نتابع معكم هذه النشرة ونبدأها فعليا بهذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي قبل قليل، وقال إنها استهداف لنقاط مراقبة ومبنى عسكريا لحزب الله في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أكد أيضا بأن هذا المبنى العسكري ونقاط المراقبة الأخرى هي إذن في 4 بلدات في جنوب لبنان، منها مارون الراس، إذن على اليمين وعلى الشمال نقاط مراقبة تابعة لحزب الله استهدفها كما يقول الجيش الإسرائيلي.